بلا مسخره، انا كل هالحكي الفاضي ما بيخوف مشتي. عم قلك ها تاني مره ما تحكي معي هيك حكي. عم فهمك. ايوه شو بكون عشو عم تتناروا هلا؟ لما رجال بتكون عم تاكل هوا تحكي النسوان بتنقبر بتسكت. انا رجال ولا انا عم اكل هوا؟ ليش هيك عم تحكي مع بنتي كوثر؟ ما بسمح لك، ما بسمح لك، ولا تفكر تطلع بالعالي، ما بسمح لك. ولك انا فردوس كرعوبه ولك. ها ماما مين اللي جازي بالطفل؟ ايوه سمعاني يا داخل بين البصله وقشرتها. ماشي لفرجيكم فوق مو مقعدتكم ببيتي، قاعدين بحضني وعم تنتفوا بداني. وفي مرت عمي نحن ما لنا قاعدين هون برضاتنا، نحن قاعدين هون غصب عننا، وفي عنا بيت نروح عليه. روحي طب اغراضك. فراس طول بالك. مالك سمعاني هالحكي الفاضي؟ اسا كل ما دق الكوز بالجرة قاعدين بحضني وعم تنتفوا بداني. روحي طب اغراضك. ماما احكي لك كلمة. لك بده يروح يروح، عنده 60 جنم. يعني فوت طب اغراضي؟ ان شاء الله راح مع جوزي. جوزي ماما؟ لا اذا كان جوزك تسمحي له شو ما قال شو ما عدي. روحي ضبي اغراضك. ما في روح عدي. روحي ضبي اغراضك عادي. لك روحي ضبي اغراضك. راح اعد لثلاثة، اذا ما كنتي رايحه تضبي اغراضك بروح لحالي. واحد اثنين ونص، اثنين ونص وشوي. شوفي كوثر، اذا امك بتوعدني مره تانية ما تحكي بهالموضوع انا بضل. ما بوعدك. لك انا روحي ضبي اغراضك عادي. روحي عادي. روحي. رح اكمل عد. وين وصلنا بالعد ذكريني؟ ما بعرف وين وصلنا بالعد مرت عمي ذكريني. اثنين ونص وشوي. اثنين ونص وشوي ونتفه. اثنين ونص وشوي ونتفتين. اثنين ونص وشوي ونتفه ونتفتين وثلاث نتف. وين وصلنا؟ ثلاث نتف. اثنين ونص وشوي ونتفه ونتفتين وثلاث نتف واربع نتف. ثلاثة الا ثلاثة. ثلاثة إلا اثنين. ثلاثة إلا واحد. ثلاثة إلا صفر فاصلة تسعة. ثلاثة إلا صفر فاصلة ثمانية. رح أوصل للباب. خلصنا بقى فرج. يا روح يا نقلع. يا بروح يا بنقلع. لا بنقلع أحسن. أمك قلعتني. واحد اثنين ثلاثة. خاطركم فرج. يا أمي راح فرج. أينو حده 60 جهنم. حدي 60 جهنم؟ أنا غلطة. أنا ليش تسرعت وقلت ثلاثة؟ ما كان لازم أقول. كوثر خلصينا ساعة لتلبسي. جاهز محروق؟ جاهز مدام. خلينا نلحق الموعد. رنديفو؟ لك أنو رنديفو أنت الثاني؟ رايحين على دكتور أسنان. دكتور أسنان؟ دكتور بيطري ما بيهم المدام، المهم يكون ابن حلال. شوي ستر على الست بهالأيام هي. بس أعطي بالك مدام ها؟ تكون داخل على طمعات، ما عاد حدا يتأمن في بهالأيام النظرة. سد حلقك أحسن ما أشمط لك يا من مطرحه. تشمطي؟ لسانك. بدي خيط لك يا لتمك، كم مرة قلت لك بس تكون المدام هون بتسكر تمك وما بتفتح وبلا بحرف. شغلتنا بحق المدام. شلون؟ شغلتنا بحق المدام. المدام رايحة تقلع ضرسها مو رايحة. لك يخرب بيتك شو نيتك عاطلي. خلصيني تأخرت على موعدي أنا. بعدين محروس. سابق بعدين أنت. قلت شمق لي يا أبوك يا شمق. أبو كيروس يا أبو كيروس. فوت اعمل لي قهوة. ابو على طربوش ابو كيروسي ابو ياسر. ابو ياسر؟ هيك عم تقول احاف من غير شيء؟ هلا شو بدي بهر لك اياها يعني؟ يعني حط لك فليفله معها؟ والله بتصير بتنط ما بتحط. عم ضحكك ما هيك؟ شو بنا ابو ياسر؟ شو بنا؟ لك لسه بيقول احاف؟ لعمة بعيونك. يا سيدي ابو بطيخ ابو ياسر افندي حطينا لك معها افندي. انبسطوا؟ افندي هي بتقولها لواحد موظف مو لي. أنا من مليونيرية البلد مو من جماعة الدخل المحدود. أنا بيك فهمت؟ بيك بيك. هلأ شو أنا دافع من جيبتي؟ مين في جوا؟ ما في حدا. مدام فردوس راح تقلع درسها. وينك؟ أنا فايت أعمل قهوة لحالي طالما ما في حدا. ما بيصير أنت بيك أنا بعمل لك إياها. هلأ إجتك الأمة؟ أنا فايت أعمل لحالي. لا أنا بدي أعمل له. خلص قلت لك أنا يعني أنا بعمل لحالي.
لك اولك عمرها اثنين انا بحبها حلوه كثير. ما شاء الله ما شاء الله، والله الفردوس مو بخلاني على حاله، تقول كانه سوبر ماركت. والله يوم جميل، نفس على الطبخ طيب. البيت بلا رجال بخوف، إله وحشة. يعني ضروري كنت تطلعي له خلاقه لفراج؟ كانت باطلة ومحولة يوم اللي حسبناه رجال علينا. ليش شبه؟ شبه فراج؟ رجال ولا مو رجال؟ اسكتي خرسي، لو كان جميل مثل البشر والعالم ما كنا احتجنا لفراج. بس شو بدي أحكي؟ جميل ما تقلب وسينا مثل علاقة المفاتيح وراقد فيها من بلد لبلد. لك كم مرة قلت لك وقت بتطالعي غراب رجعي لمكانه؟ مو أنا ماما، انا راح انام، بدك شيء؟ لا سلامتك. لك كوثر تعتي لقلي. شوفي اذا سمعتي شيء او حسيتي بشي حركشه صرخي، وانا كمان اذا سمعت شيء او حسيت بحركشه بحط اصابعي بدني بقولوا لا بتفيقي دغري. ماما الله يخليكي لا تزعفلينا، هلا بصير بشوف اشكال والوان قبل ما انام. زعفلينا؟ لك روحي روحي، تعودت لي على مفردات فراغ اضربي انت وياه. لك روحي دبقتني، لك روحي لا تخافي روحي. صباحي على خير ماما. صباحي على خير ماما. فينا معلمك
هلا وقتك. اجيت هيا هلا. مشان ما حدا يشوفني. زيد سكر الباب. سكرته. ولا بتخلي حدا ينام. عندها بالغرفة كمان سلالة. أبصر 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 فرج شو جابك هلا؟ ربي غاضبك وتعي بدي أخطفك. لك شو تخطفني يا مجنون؟ مو أنا مرتك يعني؟ هيك أحسن، ضلي عند أمك أحسن، ضلي شوفك بالسرقة أحسن. خلص حبيبي بكره منحل الموضوع. إذا ما هلا جيتي معك بدي أطلبك على بيت الطعام. عم بشرب مي امي. شنطايتي وينها؟ انا شنطايه؟ كنت حاطط هون شنطايتي. فيها شيء مهم؟ ما فيها شيء، فيها كيلوين شنجليش بس. يلا جاي جاي. بكره ادور لك عليها على طول. روح هلا بتطلع عمي. فرج بكره بتيجي بتفطر هون، ايه؟ لا ما بدي اجي افطر هون، حردان انا، اخذ موقف. يعني اشتاق انت بكره وانا براضيك على امي. يلا جاي جاي. عمري شو ليش بالبزر يهلكنا. وينه ابو فايز؟ ها ابو فايز مسافر صار له فتره برات البلد. مين معه مفتاح الباب الخارجي؟ الكل. ليش؟ يلي فات معه مفتاح ما في اثار خلع على الباب، بتشكوا بحدا؟ ابو كيروز. انا هذا مفتاح البلد. اشتبه لك اشتبه، بتكون سحب عنه شي 20 نسخه. ما بدها شطاره سيدي. نظراته بتدل على انه حرامي، هيئته وقفته صباطه خرطوش مرضو. يا جماعه انا انسان شريف. لا تتسرعوا على كل، هلا بتروح معنا على المخفر بناخذ افادتك، واذا كنت بريء ما في داعي تخاف ابدا. الله وكيلكم بريء. اذا كنت بريء لك ليش ركبك مو حاملينك؟ يا جماعه انا بريء. لك نحن اللي منحدد اذا كنت بريء ولا لا، حاجه نوح مثل النسوان بقى. امسك جروا على البوكس لشوف. خلصني يا صرم. روح. لا يا هو.
الحين لا. هدول ما بيتأمل لحدا منهم، بيكونوا مقروصين. مفكرين اختارينا هيك على غفلة؟ ما بيعرفوا ان الواحد منا ما جمع الثروة الا بعد ما شبع بدلة. ايه طبعا، مفكرين المصاري نزلت عليكم بقفة من السقف. اصلا انا من الاول لازم اكشفوا على حقيقته. ليش عمل شي شغلة قبل هالمرة؟ شغلات ما بلحق اطلع ساعة الا بيكون نظف لي اياه للبراد. ايه بس يا فردوس، يعني هي شغلة الاكل مو مشكلة، مو سرقة. يعني بجوز يكون جوعان، بجوز هفت نفسه على شغلة. يعني دناوة نفس. الو، اهلين سيدي. يعني نحن ما افترينا عليه. شو هالحكي؟ معناتها ما استفدنا شيء. ان شاء الله يعترف سيدي. ماشي، عم نعذبكم معنا سيدي. هذا ابو شكيب، عم بيقول ابو كيروز اعترف. لكن عن ايش كنتي عم تقولي ان شاء الله يعترف؟ هو اعترف بالسرقه بس ما عم يعترف وين مخبي المصاري. الهي وسيدي مولاي، ينزلوا زهرمان بخاري هالكم قرص كبه اللي سبقتهم بمعدتك، لان انا لسه ما قدرتهم. مدام جبتي سيره الكبه بالتحقيق؟ من شان تصير مسخره يعني؟ حدا بيرفع دعوه من شان سرقه كم قرص كبه؟ شنجليشات؟ لا شنجليشاتك مبارح بعد ما رحت لقيتهم. شوف رام، شو بلايك رجعت؟ جاي شوف حرمتي ولا ممنوع؟ لا مو ممنوع. أنا ماشي. بدك شي كوسر؟ أنا ماشي، رح أمشي. وين ماشي يا عون؟ يعني غيرتي رأيك؟ بشو؟ نسيتي امبارح لما قلعتيني؟ انا ما قلعتك، قلت لك يا روح يا نقلع، خيرتك. وهلا؟ وهلا برضو يا روح يا نقلع، نشف دمي. خلصونا بقى فرانج، يا روح يا نقلعها. جكارة فيكم انتو تنتين، رح اقعد. الله يسامحك يا جميل، خليت كل من هبة ودبة يتحكم فينا. ولا يهمك مرت عمي، في وراك رجال، انا هون. شايفتك من قلة رجال صار الديك عندك. هلأ جميل رجال وأنا مو رجال. أنا عم أقول من قلة رجال مو من قلة الدبب. أنت يا ابن عمي كوسر. نعم ماما. تعي لشوف شو بدك. هاي الشنطة لمين وشو جابها لهم؟ هاي لفرج فيها شنجليش. هي هي روحي كبيها يا عمر، بحب ريحته. طالع ريحة البدات شنجليش. وري ماما، تعي شوفي هالشوفه. لعمة شو ها؟ ما بعرف. امتى جاب الشنطة فرج؟ امبارح بالليل. ليش اجا امبارح بالليل؟ ايه اجا. معناتها مبينة. شو هي المبينة؟ يبعت لي همة تهمنا ابو كيرو الظلم. ليش مو هو الحرامي؟ لك تعلم المصاري بشنتاي الفرع، شو دخلوا ابو كيرو؟ ايه بس ابو كيرو اعترف. ايه مو مشكلة، ابو شكيب بنطقه للحجر. ما بصدق ما بصدق، فرج ما بيسرق. قومي تروحي قتل. يا ما تحت السواهي بواهي. العمى هذا المبلغ قد اللي مسروق على مرتين، يخرب بيته. وبلكي المصاري لفرج؟ يعني ضروري يكونوا نفس اللي انزرقوا؟ ولك هاي هي الرزمة اللي أنا كاتبة عليها اسم التاجر اللي كنت يبعت له إياها السيد جلموت. ماما، تلاقيني
شاء الله بدك تخبري الشرطة؟ لا ما بدي خبر الشرطة، مو ناقصنا فضايح. بعدين المربح مو معنا إذا خبرنا الشرطة، نحن انسرقنا 200,000 هدول بيطلعوا أكثر من 600,000، إذا خبرنا الشرطة بيعطونا 200,000 بياخذوا الباقي. وأبو كيروز ماما؟ معناتها متفقة هو وفرج. ما بصدق ما بصدق فرج ما حقمنا. اوعك تجيلي سيرة قدام فرج. بس أنا قلت له امبارح إني لقيت الشنطاي. رجعي لي لضاعوا. شبه ليش عم تطلعي فيه هيك؟ ما عم طلع. الناس بتقول نعيما. نعيما؟ نعيما حال؟ ابن عمي. ايوه ينعم عليكي بنت عمي. تعي 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 نتفرج على هالفيلم، في فيلم حلو كثير هلا بدهم يعرضوه. انا هذا الفيلم شايفه بسينما غازي 5 مرات متواصله، عدي. هذا الفيلم قصته حلوه كثير، عن واحد اتهموه بالسرقه وهو مو سارق. واعترف؟ شلون بده يعترف لك جذبه اذا مو هو السارق؟ فرج؟ أنا بشك إنه أبو كيروز بريء. ها؟ أنا متأكد إنه أبو كيروز بريء. وشلون أنت متأكد؟ حدسي، حدسي هيك قال لي، هلا خلصينا بقى، خلينا نشوف الفيلم. معناها هو الحرامي. فرج؟ أنت بتحب الشنجليش؟ صحي ذكرتيني، أوعى، أوعى حدا يفتح الشنتاية ها، الشنجليشات اللي فيها مو لإلي. قلت لي مو إلك، لكن لمين؟ هدول لجماعة من عندنا من الضيعة، بعتينهم لابنهم بالجامعة. فرج الشنتاية ضاعت. ها؟ شلون ضاعت؟ مو على بنا لقيتيها؟ هي لقيت انا لحالها ورجعت ضاعت لحالها. شلون يعني لقيتيها لحالها ورجعت ضاعت لحالها؟ ما عم بفهم عليكي، فضيحة فضيحة. كل هيك الشغلة مهمة؟ طبيعي مهمة، هلا اهله بفكروني انه انا اكله اياهو. ايش هو هالشغلة؟ انت اصلا ما بتحب الشنجليش، واذا كثير همك الموضوع اشتري له غيرهم. ما بيمشي الحال، شنجليشات امه هدول. شكليش السوق مغشوش. هو شو رح يعرفوا انهم هدول من السوق؟ شو رح يعرفوا؟ هاد خبير شنكليش، مدمن شنكليش، بيميز شنكليشات امه من بين 200 قرض شنكليش. دبر حجاج لقلك، دبر. ها قلت شي؟ لا ما قلت شي. تلقي ابو شكي، والله لا يوفقك يا ابو شكي. أي أبوكي يا الفلا أبوكي، وين عطينا المفتاح؟ دعما ما حلايك من بها مرة تانية على المفتاح، وين جاب؟ القماشة اللي زادت تركي لي إياها بحتاجها. أي مع السلامة. محروس. ايه هذا انت ابو كيرو؟ ايه شو مالك متوقع ان اكون انا؟ يعني انت هربت من الحبل؟ لا ست الكل انا طلعت برا. ايه الف مبروك. شو بالي ضايع المفتاح؟ لا يعملوني فلقه كان على قلبك كبكب بنطلون امهر. ظلمتك انا ابو كيرو. مالك خلص بقى فكها. ما بدي فكها. خرطوش فردان ابوك يا خرطوش. مالك بس صباطه بعد الفلقه ده علي الصباط. ليش حطوك عم ساعه الري؟ صباح الخير. شايفك اجيت لهون بدل ما تروح على البيت. بدي اعرف ليش تعاموني لك. ايه واضحه كل انسان ممكن يظن رغم انه بعض الظن اسم، بس يلي ما عم افهمه شلون بتعترف لك. ايه بعمري ما شفت واحد يعترف بجريمه مو عامله. انا خليت شغله ما عرفت انك فيها، وكل ما اعرف لك اللي كذاب. يعني اذا قلت لك كذاب بتقوم بتعترف؟ ليش انت بتقول لي اياها حاف؟ حتى ولو كنت لازم تصر على موقفك. لك ايه انا مهنتي الشك، اذا كل واحد بده يحلفني وصدقه ايه كانوا كل المجرمين بيطلعوا براءة. وبعدين ابو كيروز انت اصلا لحلفانك اللي ماله داعي ها خليتني شك فيك. سيدي شو رايك بفنجان قهوه مشان انا افهم القصه على رواق؟ تعا ابو كيروز. من؟ ايه تعا. القصة يا أم جميل إنه الحرامي الحقيقي بيان، وأنا جاي لعندكم مشان هالخصوص. أنا كنت عرفانة سيدي ومتوقع إنكم أنتوا رح تتعرفوا عليه. يعني كنت تتوقعي إنه مو أبو كيروز الحرامي؟ سيدي من مبارح بالليل وأنا عم أشك بالموضوع. هلأ المهم الحرامي ما عم يعترف بالمصاري. وإمتى لحقتوا تحققوا معه؟
فورا بس القينا عليه القبض بالجرم المشوم. ليش كمشتوه؟ لك شو صرنا عمال نحكي من ساعه؟ طبعا كمشناه بس ما عم يعترف بالمصاري. إيه بركي ما كان هو اللص. لك اعترف بالسرقه بس ما عم يعترف بسرقه المصاري. لك حكالي قصه ما بتدخل بضمانات العقل. قال عبى المصاري هون بالشنطه واخذهم على البيت، وقت فتحها بالبيت شافها معبايه شنكليش. شنكليش ساتي فرنج. مرحبا بشكي. شو جابك؟ شو فوتك؟ بلا حكي فاضي. حكي فاضي؟ بدي اعرف شو التفاصيل. تعال شوف. تعال بدي اعرف شو قصه الشنكليش. احترامي سيدي. ما لهم قصه، ما لهم قصه. هدول سيدي بعتهم ام رشيد. مين ام رشيد؟ حرمه من عندنا من الضيعه، بعتهم لابنها الصغير سلوم سليم. وشو بيشتغل؟ طالب بالجامعه. وين ساكن؟ بالمساكن. مين وصل لك اياهم؟ مالك. مالك مين؟ مالك راضي. مين مالك راضي؟ شوفير الميكرو. شوفير الميكرو. شو جاب الشنكليشات لهون؟ هاد يا سيدي، انا يومت اللي صارت السرقه انا كنت جاي زياره لهو. اوف، زياره، زياره لهون. ليش حضرته مو ساكن هون؟ بلا سيدي ساكن هون، بس كان في بيناتنا خلاف بوجهات النظر. شايف؟ ايه شايف، بس حول ايش؟ خلاص مو ضروري نحكي اللي صار بيناتنا قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى، قدام اللي بيسوى واللي ما بيسوى. سيدي ابو شكيب خلاص بقى. ما بصير يا ام جميل، انا لازم اعرف كل حيثيات الجريمه، لانه كل تفصيل صغير ممكن يدلنا على الحقيقه. نحن ما صدقنا امتى تصالحنا، بدك يانا نرجع نختلف؟ خلاص انا مسامحته للحرامي. ما بيصير. شو مسامحتي ما مسامحتي؟ الشنطة اللي فيها المصاري تحتوي على مسروقات جماعة الحرامي من عدة محلات. ليش ما عنده غير هالشنطة؟ لأنه بنفس الليلة سرق عدة محلات تجارية، يعني حرامي جملة، ما حرامي فراء. شو قلت لي عنوانها لهيدي ام رشيد وابنها وهذا شوفير الميكرو؟ مشانشو، مشانشو ابو شكي. بدي اعرف التفاصيل، بدي خليهم ياخذوا افادتهم. جيبي لي ورقه وقلم لشوف، وعود هني واكتب لي العناوين لشوف. يلا اتحرك. بس ابو شكي يستر على عرضك، لا تجيب سيرتي بالتحقيق. من ايش خايف؟ يعني بصيروا كلهم بالضيعه بعدين يفكروني فسه. اكتب وبلا لعي، اكتب لي لشوف. مالك راضي. وهلا مشان شو بدنا نعمل؟ انت ارجع على شغلك لبقت عيدها. شو هي ما بقت عيدها؟ ليش انا شو عملت؟ لك ما انت اعترفت. ايه؟ لأن الرماد اهون من العمى، بس انا ما سرقت. إيه لا دخانة بلا نار. ما ببل، ما ببل، انا بدي رد اعتبار. مظبوط، انا رديت له اعتباره وصقيته فنجان قهوة كمان. عبد المنعم عمايري وهمام الزعيم، هدول اللي بتذكروا. وانا رح اسقيك احلى فنجان قهوة. لا ابدا ابدا، فنجان قهوة ما بيمشي الحال ابدا. لك شو بدك مصاري؟ بدي ترفعوني. حطك مدير شركة؟ لا انا مالي طميع، بدي تغيروني منصبي من عازل لرئيس قسم الخدم. روح عينتك رئيس قسم الخدم. ما بقى هيك، بدي اياه بقرار منضي منك ومختوم، وبدي شاهد عليه ابو شكيب ويكون معي نسخة منه. غيره تطري سوي لي فنجان قهوة. تتقطع أبوك يا العزمة أحلام. أيوة أه 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 أيوة. شو مشواري يا عمي؟ شو مبسط مالك فيه؟ كنا مشتكي معك، كله قضينا على ظهر الجحش وعم فص علينا. أيوة أيوة أيوة. عبد الجال عنيم ورجع عمي نواصل. طع 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 طع. عبد الكالب متعمي اجا عمي نواصل. هجموا عليه نص الضيعة والنص التاني بالغيطة، والنص التاني بالغيطة. يا بيضة زروا مين الأنقاذ عجورة. زروا مين اللي أنقذني بس بس يل طولي لحورة. يلا بس بس يل طولي لحورة. يلا بس بس يل.
جبنا لك سيران كنا بنشتكي فيه كلياتهم، نشوي سودا وناكل دهنه، نشوي سودا وناكل دهنه، اكلنا اكله قلينا كمان، سكرت ايام زمان شو انبسطنا فيها. امي شلون غنية عجبتك؟ جميله جميل، بس انت عم تغني عن البيضه وبسينا سودا، يعني مو سودا سودا، حنطيه محنطه. لا تاخذيني بسينا محنطه انت. خدي راحتك مرت عمي. بعدين وين عم تقلي طول الحورة؟ بوسينا طول الحورة طول الفجلة، لا تاخذيني بوسينا طول العقب انت. ماما كوسار تركيها تحكي، حكياتها حلوين مرت عمي، احكي مرت عمي، انت بتحكي ونحن بنضحك. صخرة اللي خلفك لاني انا. لا هو لو مرت عمي نحن من بعدك. لا من قبلي ولا من بعدي. مرت عمي زعلتي مني؟ لا تزعلي انا عم بمزح. لا زعلت منك ولا منه، خلاص تبقتيني تركيني. لك حاجة نكرزتني نكرز. هذا انت مو قلت رايح على الضيعة؟ كل الشوفيرية قالوا لي يا فرج اوعى تطلع على الضيعة. ليش فرج ليه؟ لانه ابو شكيب يخرب بيته سوالي فضيحة. هلا اذا الشرطة حققت مع حدا يعني فضيحة؟ ايه مو تاركين شب الضيعة، مو كامشين وكامشين 20 شب مثل الفلة من الضيعة. اوف ليش شو عاملين؟ مش تركين بسرقة اسئلة البكالوريا اللي صارت السنة الماضية. وانت شو دخلك؟ شو دخلنا؟ منين استهدى علينا ابو شكيب؟ غير من ورا راس الشنكليشات تبع ام رشيد، كله من ورا راسي، انا كتبتهم اسم اسم. هو علينا، لك عاجع الغاز، فهمنا شو القصة. راح ابو شكيب لعند ام رشيد، واخذ عينة من الشنكليشات تبعها وعملوا لها تحليل بالمخبر الجنائي. ولك ايه واللعية، فهمنا شو صار. طلعت العينة مطابقة لنفس الشنكليشات اللي كانوا عم ياكلوا منهم هدول اللي سرقوا الاسئلة. وشو عرفن شو كانوا عم ياكلوا هدول اللي سرقوا الاسئلة؟ لانه سليم ابنه لام رشيد وهو رايح يسرق الاسئله اخذ معه صندويشة شنقليش زواده مثل رايح على الفلاحه. يخرب بيته لك كل الابن وبعدين روح يسرق الاسئله الا ما تاخذ معك صندويشة شنقليش. وانت شو دخلك؟ شو دخلني؟ لسه بتسال شو دخلني؟ لانه ابو شكيب كل ما حقق مع واحد يقول له اخذنا عنوانك من فرج. يلا احترامي سيدي. صباح الخير. يا سيد فرج ممكن تعطيني اوصاف الشنطة اللي كان فيها الشنكليش؟ اسف ما بقدر بعطيك. بتعرف شو عقوبة اللي بخبي حقائق عن القانون؟ ان شاء الله يكون مؤبد، لو بتعلق مشنقتي ما رح بحكي. هلا محرزة مشان شنطة، قله على شكلها وخلصنا. حكينا عن الشنكليشات ندك 20 واحد بالحبس، هلا إذا بحكي له عن الشنطاية أبصر شو رح يصير. لك شو شايفني عم اتبلاها؟ بعدين انت مستقل الجريمه اللي عملوها؟ جريمه؟ انو جريمه يا رجل؟ انو جريمه؟ سرقوا الاسئله وسقطوا بالفحص، مرق لهم اياها ابو شكيب، الا يعني تساويني فساد بالبلد. بالقانون ما في تمرير، الشغله كانت مقيده ضد مجهول، طلع وراها 20 واحد. اخي احبسني معلش انا مسامحك، بس ما راح قر على ولا واحد. لك لون الشنطه عم غنجك انا؟ فراش فراش. قلو هذا بيبدا بالقدم بينتهي بال اوعى كل شيء الا لون الشنطه خضراء. ابو كيروس رئيس الخدم تعيني تعال. ما قلت لك بيبدا بالقدم؟ ما صدقتني. هلا صدقتك. شو قلت لي لون الشنطه؟ ما سمعت. خضراء. ايه بس الشنطه تبع اللص لونها زرقاء. دوروا لي علي هون لشوف. يلا هون. ليش هون ابو شكي؟ لانه مخربط، اخذ الخضره بدل الزرقاء، الدنيا كانت عتمه. بركي كان عم يكذب. لا ما عم يكذب، لو كان عندي شك 1% ما كنت اجيت، انا متاكد انه هون. سيدي لو كانت الشنطه هون كنا لقيناها، وين بدها تروح؟ سيدي كاني انا لمحت شنطه يا زرقاء تحت الغاز وقت كنت عم بغلي قهوه على بكره. يا عمى مش بس شنطة ابو مرعي. لك مين ابو مرعي؟ الرجال على حافة قبره عمره 90 سنة، لا تقلي بدك عنوانه. طبعا ممكن يكون رئيس العصابة، هاتي له ورقة وقلم لحتى يكتب الاسماء اللي بيعرفها ابو مرعي. حاضر سيدي. تعي نزلوا لي هالشارة لانه نهايته على يدي. ابوك يا النهاية.
Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da.